كاين الناس اللي راكبين البارح من 3 ديال الصباح، وكاين اللي راكب من 6 تاع العشيه، وكاين اللي راكب من 4 ديال العشيه للاسف باش يوصل للرباط، باش يوصل ياخذ ربما المكان ديالو بين المناضلين اللي كاملين كيغوتوا بكلمه واحده، المدرسه العموميه اولا، ثم المدرسه العموميه ثانيا، ثم المدرسه العموميه ثالثا. هاد الاسر المغربيه اللي كتقولوا ليهم بان الاستاذ راه صار وتفشش، الاستاذ كان كيطلب غير يخدم، الاستاذ راه هذاك الجيعان، هذاك الكسول، هذاك السيد راه كيضيع اولادكم، هذاك الاستاذ اللي كتجيشوا عليه الاسر المغربيه. جينا اليوم باش ناكدوا الاسر المغربيه بان اللي كيجيش عليكم راه هو اخر واحد كيلتحق المقر العمل ديالو، واول واحد كيغادر المقر العمل، هادشي الا جا للمقر العمل ديالو. اما الاستاذ اللي كيتكلم عليه راه كيقتطعوا ليه من ماله الخاص من 200 درهم حتى 300 درهم حتى 400 درهم يوميا. دابا هاد الاساتذه راه كاين اللي تنقل جاي من الحسيمه خاسر 1000 درهم هو والزملاء تاعو في السياره، وكاين اللي جاي من طنطان، وكاين اللي جاي من الداخل عبر الطائره، وكاين اللي جاي في التران، وكاين اللي جاي في لوطوروت، وكاين اللي جاي من برا وبحرا وجوا باش ياكدوا كلمه واحده، الا الاستاذ اللي ادي التلاميذ، الا الاستاذ اللي غادي يغامر بمصلحه التلميذ. لكتو كتهمكم مصلحه التلميذ؟ فين كانت مصلحه التلميذ من قريتو نهار ونهار ما كيقراش في كورونا، سيمانه كيقرا وسيمانه ما كيقراش؟ الاثار السلبيه حنا اللي كنجنيوها، هذا التاخر حنا اللي كنجنيو، كتقولوا ليه التعليم عن بعد، شري ليه التليفون، هو باه ما عندوش تليفون، الدوار ما فيش ربما حتى الضو باش يشارجي التليفون للاسف، وتجي نتايا تقول لي التعليم عن بعد، شنو درتوا بهذا التعليم عن بعد؟ وبليتوا ولادنا بالتليفونات ولاو كينعسوا حتى 4 الصباح حتى 5 الصباح. التلميذ المغربي، التلميذ المغربي للاسف ولا ولدو كينعس حتى 3 الصباح بسبب هاد الاثار السلبيه تاع التعليم عن بعد اللي بغيتي اترسخو وبغيتي تمأسو للاسف. هاد الاستاذ راه جاي كيغوت ووصل الالام تاع داك التلميذ المغربي للاسف اللي كيمشي للطواليت وكيلقى الطواليت حالتها حاله لحقاش ما كايناش منظفه وما كاينش منظف في 2023. وانا قلتها لكم ديك المره واقع نعاودها، التصريح اللي يكون ما غاديش باش التصريح جاي. يلا معايا دابا نديكم المؤسسات اللي ما فيهمش ادنى شروط الاشتغال. هذا الاستاذ مرته بالضيقه، مرته بالحساسيه، شنو ذنبه يدخل يلقى اطنان ديال الرمال في الحجره الدراسيه وكيصبر وكيهز الشطابه ويبدا يشطب للاسف، وهو اللي كيخلص شي وحده من الدوار كيدور معاها على الاقل ب 100 درهم باش تنقي ديك التواليت باش ولدك ما يتزيرش 5 سوايع ويريح بلا تواليت. للاسف في 2023 كتلقى استاذه كتمشي للغابه، الغابه عزكم الله كتمشي تقضي حاجتها لحقاش التواليت ما فيهاش منظفه، اكيد ما كايناش منظف هذا الاستاذ ما تكونش على التلميذ. هذا التلميذ المغربي في 2023 باقي كيقرا في مدرسه مغربيه وسميتها مجموعه مدارس البغيليه، مجموعه مدارس الشريبلات، مجموعه مدارس الزعابله، واللائحه طويله. واش حنا كنتهضروا بسيكياتر واسيستون سوسيال توفروا لنا المدرسه باش يرفع النفسيه تاع المتعلم؟ انتم كتدمروا هذه النفسيه، كيفاش هذا الاسم لن يؤثر على حامليه؟ هذا الاستاذ اللي بغيتي تضحك عليه وكتقول كسول، هذا حاصل على الشهادات العليا باش يعيق بك وباش يفضحك وباش يصحح المغالطه تاعك. لا كنتي كترسل لجنه لمراقبه الاسعار عند موالي الحوانت وموالي الكزاله وموالي الخضاره، ربما هذه الكذبه وهذه اللعبه تنطلي على المغفلين ولكن لن تنطلي على الاستاذ. هذيك اللجنه خاصها لجنه، والحكومه خاصها لجنه، هي اللي رفعت الاسعار ماشي الكزار، هي اللي رفعت الاسعار ماشي الخضار. ما تكذبوش علينا، ديروا لينا لجنه حق اللجنه غاده كدور كتراقب واش زاد، واش العدس اللي كان ب 7 دراهم، واش مول الحانوت اللي ردوا ب 22 درهم، واش اللوبيا اللي كانت ب 9 دراهم، واش مول الحانوت اللي ردها ب 23 درهم، واش الدجاج اللي كان المواطن المغربي كياكلو ب 12 درهم، واش مول الدجاج هو اللي رد دجاج 20 درهم وفما فوق. كنا كنقولوا ربما مرحله ودايزه، اللحم ما نهضروش عليه، ما بقيناش كنوصلوا ليه، 100 درهم فما فوق، كذبتوا علينا، قلتوا لينا غتجيبوا البقر من دول اخرى وغادي يهبط الثمن، وما هبطش الثمن. اذا هذا الاستاذ اللي غيدخل الحجره تاعو واغلى ما كيملك هو المزاج ديالو، لكن المزاج ديالو معكر، كيفاش غيحبب لهذا الاستاذ التلميذ الماده؟ كيفاش غيوصل ليه وهو كيفكر بان الضو كان كيخلصوا ب 100 درهم ولا كيخلص الضو ب 500 درهم؟ ونسيطرو ديال الحليبه المغاربه كان تيدير 50 ريال ولا كيدير 4 دراهم، وحنا نوضنا مسيرات ومظاهرات على 10 ريال باش ينقصوها من بعد ما انه كان 3 دراهم، وجيتي دابا زدتي 80% وشربوا البحر، زدتي المحروقات ضربتي الثمن بجوج، المازوت ب 7 دراهم ولا ب 14، 8 دراهم ليصوص ولا ب 16، وقلتي لينا شربوا البحر، انا غادي نضرب فاش ما بغيت، وراه حنا اللي كنقريو جدول الضرب
تلامد وحنا اللي غنفضحوك. أيه ضربتي الثمن في ثلاثة وضربتي الزيت والزيت 5 يطرو كانت ب 39 درهم فاصلة 50 ورلات 125 درهم. وكنلقاو داك المواطن اللي كتكذبوا عليه وتيقول لك الحمد لله والزيت راه ولا شحال ولا ولا 118 مزيان الحمد لله فرحوا وزغرتوا. أيه ممكن تكذب على واحد آخر ولكن كما قلنا الأستاذ هو اللي كيقري الكذابة، الأستاذ هو اللي كيقري الشلهبية، الأستاذ هو اللي كيقري النصابة وكنصلحوهم وكنرجعوا لهم الثقة في النفس. هذا الأستاذ هذيك الأم المغربية وهذاك الأب اللي كيحتج خصك تعرف بأن الأستاذ هو اللي كيجعدوا التلميذ وكيقول ليه بأن خويا شاد الإجازة وما خدامش، خويا شاد الماستر وما خدامش، خويا شاد الدكتورة وما خدامش، وهو كيرجع له الثقة في نفسه وتيقول ليه لا ما تستسلمش يكفي أنك تثابر أحاول ربما الأخ تاعك راه استسلم أنت حاول. وحنا كندابزوا معاه للأسف غادي نتسير أش غادي تصلح أش من ثقة ترجع لهذا التلميذ المغربي والأستاذ براسه فقد الثقة في هذه الحكومة. للأسف من يجي وزير ويقول لك غادي نزيدكم 2500 درهم ولا ما زدتهاش لكم ضربوني بالحجار وحنا اللي غنعطيوك 2500 وما تصدقش علينا حنا في الاقتطاعات وكنضحيو بكثر عطينا حقوقنا. إذا المشاكل المدرسة المغربية ما يمكنش لاحظوا بأن أي تصريح لا يشبه تصريح وأي مداخلة لا تشبه مداخلة لأن مشاكل المدرسة المغربية عمرت عقود وعقود. للأسف ما يمكنش واحد يتزايد علينا ويقول لنا الأستاذ كيضيع أولاد الناس. في عهد الحسن الثاني كنا في فبراير ومارس وكنحتفلوا باش بعيد العرش. شنو أهم درس ترسخ لنا؟ هو الدرس ديال حب الوطن والمواطنة والمغاربة كاملين مأكدين بأن الصحراء مغربية. نفس الشيء لا كتقولوا كنضيع أولادكم راه حنا كنعلموهم أهم درس. ما يمكنش يتقدم في الحجرة الدراسية، ما يمكنش يتقدم على السبورة. الدرس العنوان ديالو الكرامة أولا والكرامة ثانيا والكرامة ثالثا. هذا الأستاذ اللي بغيتو تلبسوا طابليه بغيتو تردوا موسايكوك في 2023 جبتوا لنا سبوره بيضاء ما خصهاش الطابليه تقدر. وفروا لنا الهندام باش من ولتو التلميذ قول لي يا ولدي شنو بغيتي تولي من تكبر. ما يقولش لي بغيت نولي بوليسي وجندارم لحقاش عاجبه الكسوه ديال البوليسي. بغى يقول لي بغيت نولي استاذ. انا اتحدى شي واحد دابا يمشي يسول ولده يقول لي شنو بغيتي تولي يا ولدي ولا ابن ديال القريه تيقول لك لا 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 ما بغيتش التعليم. عندك بابا دفع لي التعليم هذا ولد الباديه ما ولاش باغي التعليم. كيفاش غتجيبوا اوائل الشعب يدفعوا لها التعليم؟ كيفاش ان اوائل الشعب يوليو يتزاحموا على التعليم؟ التعليم راه خصو السميك مضروبه في 7 21000 درهم عاد الاستاذ يخدم في كرامه. وما كتصدقوش علينا حنا كنطلبوا التخفيف ثم التخفيف من توقيت الدراسه. ما تكذبوش علينا تدخلونا الاقسام من نهار الاثنين حتى نهار السبت مع 9 الليل. الاستاذ عاد كيدخل في دول متقدمه كيعطيهم الجمعه والسبت والحد وعلى الاقل السبت والحد. وشنو كيسميوه؟ كيسميوه بيغ هوليداي. بيغ هوليداي يعني عطله صغيره. الاستاذ غيتنفس وغيجيب مزاج احسن وغادي يعطي. ولكن للاسف ثم ما بغيتوش تخليوا الاستاذ الوقت باش ما يقراش باش ما يطالعش باش يولي ملاهي مع التصحيح. لا باس به مستحسن. هاد التصحيح الهستيري اللي وردتوه لنا وحنا كنرفضوه اصلا. جبتوا لنا مصطلحات عندها خلفيه بوليسيه. كيفاش 2023 وحنا باقي كنسمعوا مصطلح مفتش فتاش يفتشوا؟ هذه خلفيه بوليسيه. واش حنا كنسرقوا هنا تفتشونا؟ جيبوا لنا مصطلحات تربويه مرشد تربوي موجه تربوي اسيستون سوسيال بسيكولوج. واش كما كتستوردوا من فرنسا استوردوا اخويا شروط الوجود؟ راه هذا الوزير اللي كيقول بان نسبه المشاركه 30% بالله عليك المسيره كامله 30% بالله عليك الملايين تاع التلاميذ اللي مشردين الان في القرى وما كيقراوش شنو هو المكان الطبيعي ديالهم؟ هو القسم. شنو هو المكان الطبيعي تاع الاستاذ؟ هو القسم. انا كما قلت لكم الاستاذ ليس من هواه الاضرابات وليس من هواه المسيرات وليس من هواه الاحتجاجات ولكن الاستاذ هو الوحيد الموظف اللي كيضحي من ماله من اجل داك التلميذ. اشنو غديري بالاستاذ؟ شنو غديري بالاستاذ وانت كتشوفي ولدك كيسايل الاستاذ والخطاف باقي ما وصلش الاستاذ؟ هذا الخطاف اللي في 2023 انت كدوله كتسميه خطاف كيخطف البلايص وهو احنا كأساتذة كنسميوه عتاق لأن لولا هاد وسيلة النقل ما غيوصل حتى أستاذ لمقر العمل ديالو في 2023. وحنا كنقولوا لك بأن هاد الأب المغربي والأسرة المغربية اللي ولدها ما كيقراش ولا ينتظروا الحلحالة والحلحالة خليوها عندكم. وحنا باغيين الحل باغيين الحل الجذري. أش غنديروا بالحلحالة؟ سنوات وحنا نسمعوا في الحلحالة. أش من الحلحالة؟ الحكومة الوحيدة آباء ديالنا والأجداد ديالنا وأجداد الأجداد يؤكدون بأن هاد الغلاء عمرهم ما شافوه بعينهم. عمرهم ما شافوه بعينهم. وبالتالي هذه الحكومة
هذه الحكومه اللي لهجت معنا استراتيجيه التربيه بالصدمه، غادي نقولوا لها بان علم النفس النضالي قارينه قبل منك، ما عمركم ما غتصدمونا ونوليو نترحموا على شي حاجه اللي قبل. راه نظام 2003 وكان كله خروقات، عاد تجيب لي النظام الاساسي تاع 2023 وتقول لي كل المصطلحات احاله حذف عقاره للاسف جايين بغاو يربيو عباد الله، للاسف هاد الناس بغاو يحيدوا لك 60 نقطه و60 نقطه غيحيدوها لك، هذه غير عقوبه من العقوبات، يحيدها لك باش يربيك. اي علاش؟ لحقاش هذاك اللي مسؤول تاعك تهلاو فيه وقالوا لي عافاك ربي لينا هاد، بلا ما نقول شي مصطلح، ربي لينا هاد الفهيميه. راه كانوا كيتمناو غير يخدموا ودابا من خدموا ولاو كيتصاروا يا الجيعانين يا الكسالى ولاو للاسف بلا ما نكمل.